ثار بركان لا سوفريار الذي يقع في شمال جزيرة سانت فينسنت الكاريبية مرتين متتاليتين بعدما أجبر ثورانه الأول السلطات على إجلاء جميع سكان المنطقة. وصنفت السلطات منطقة تبلغ مساحتها نحو 200 كيلومتر مربع شديدة الخطورة، مانعة الجميع باستثناء المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاعات الحكومية والطوارئ من الدخول إليها. وقالت السلطات إن أعمدة الدخان والرماد التي تسبب بها الثوران الثاني وصلت إلى ارتفاع 50,000 قدم، أي قرابة 15 كيلومترا، ما يوازي ضعف ارتفاع أعمدة الدخان والرماد التي رافقت الثوران الأول.